كانت صلاة فرساي للأعراس في جنوب القدس تعج بسبعمائة مدعو إلى حفل زفاف، عندما انهارت أرضية الصلاة بالراقصين المزاحمين في الوسط، وانتهى الزفاف إلى أسوأ كارثة مدنية في تاريخ إسرائيل، وتحول الغناء والضحك إلى صيحات استغاثة وولح. فخسفنا به وبداره الأرض. سبحان الله، هذه الآية كانت مثارا للتشكيك، فقال الملحدون: كيف يمكن أن تنشق الأرض وتبتلع منزلا؟ يمكن أن يحدث زلزال يدمر منطقة، يدمر قرية، مدينة، أما أن تنشق؟ هذا وبدأوا التشكيك بالقرآن. حديثا ظهرت ظاهرة في أمريكا وأوروبا وفي الصين، ظاهرة الخسف، سوف نرى كيف، وهذه في أرقى شوارع الولايات المتحدة الأمريكية، كيف سبحان الله تنخسف الأرض بهم على الرغم من البناء الهندسي المتقن ولديهم قياسات وكل شيء. يعني انظروا كيف سبحان الله. طبعا هنا السيارة قصف بها، وهذا بيت أيضا، بيت واحد انظروا خسف به، انهار بسبب ظاهرة الخسف، وهذا هو الجزء الثاني من البيت. سبحان الله. وهنا جانب من الشارع ينخسف وينقلب سبحان الله بشكل يعني مرعب ومفاجئ، يعني العلماء لا يعرفون تفسيرا لهذه الظاهرة. سبحان الله، انظروا هذا كراج السيارات خسف، وهذا بيت، وهذه السيارة أيضا، وهذا حيوان، وهذا انظروا إنسان واحد يمكن أن تخسر به الأرض. سبحان الله. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. سبحان الله. ورأينا كذلك أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبر البشرية بهذه الأحداث قبل وقوعها بأربعة عشر قرنا. عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. قيل: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف والقينات. واستعمل عليه الصلاة والسلام كلمة آخر الزمان للتعبير عن الزمان الذي تقع فيه هذه الحوادث، وبين أن حدوث هذه العلامات دليل وإشارة إلى اقتراب الساعة.
وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فاتقوا الله عباد الله واعتبروا بما يجري حولكم وبينكم وتوبوا إلى ربكم. لما حدث الخصف بقارون لم يكن السبب يا عباد الله أن القشرة الأرضية كانت لينة وهينة، بل إن السبب أنه عصى الله ورسوله كما قال الله عنه: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سيكون فيها قصف ومزح وقذف، لم يذكر أن السبب هو تصدع سطح الأرض وانشقاقها، إنما السبب هو المعاصي، فقال: سيكون في هذه الأمة قصف ومزح وقذف إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. أيها المسلمون، لقد جرت سنته تعالى في خلقه أن يعامل عباده حسب ما عملوا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وشؤم هذه الذنوب والمعاصي والتي يعاقب الناس بسببها لا يصيب المباشرين لها فقط، بل يصل حتى للصالحين والمؤمنين. فقد سألت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. والخبث يا عباد الله كل معصية عصي الله تعالى بها في البلاد أو في البحر أو في الليل أو في النهار. لذلك كان من الواجب علينا جميعا أن نحذر من ذلك وأن لا نعمن مكر الله، خاصة مع ارتكاب المعاصي. وأيضا من سنته تعالى أنه يمهل أقواما ويرجع عذابهم إلى وقت آخر. ونحن الآن اطلعنا مع بعضنا البعض على هذه العلامات ورأينا أن جميعها قد وقع، ورأينا بالفعل أنها تشير إلى آخر الزمان وتبين أن الفترة التي نعيشها الآن هي الفترة التي تسبق قيام الساعة. وينبغي ألا ننسى أن حدوث أي علامة من هذه العلامات يعني الاقتراب خطوة أخرى نحو النهاية، وبالتالي ينبغي الالتزام بالأخلاق القرآنية أكثر من أي وقت سابق. الصيام لغة، يمكن السي المهدي يقول لنا ما هو الصيام لغة؟ السي المهدي: الصوم لغة هو مطلق الإمساك. ومن حيث الصلاح الشرعي، الصلاح الشرعي ما هو الصيام في الصلاح الشرعي يا عبد الله؟ الصيام شرعي هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. مع النية، قلنا بأن الذي يقرأ القرآن أعطاه الله واحد المنزلة عالية، ولذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مدحه فقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. شوف هنا أعلى درجة وأعلى مرتبة، بمعنى أخيركم وأفضلكم وأحسنكم وأشرفكم الذي
تعلم القرآن وعلم. الإسلام كيمدح. غير أن أكثر الناس اليوم لا يفكرون في هذا الموضوع، أو هم لا يريدون التفكير فيه. وهم لا يتحملون قراءة أخبار الكوارث، ولا يطيقون مشاهدة فيلم عن الموت أو عن الأزمات التي تحل بالإنسان. وهم يفرون من التفكير في القيامة بسبب الخوف، بينما هم حتما سوف يلاقون ساعتهم في يوم من الأيام. يقول الله تعالى متحدثا عن اقتراب الساعة: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إن الإشارات التي ذكرت في الأحاديث النبوية وفي آيات القرآن الكريم يتوالى وقوعها واحدة تلو الأخرى. علامات آخر الزمان هي في الحقيقة انذار مهم وتذكير فيه الكثير من الخير. قل هو نبأ عظيم، قل هو نبأ عظيم، قل هو نبأ عظيم، أنتم عنه معرضون، أنتم عنه معرضون. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. العلامة الكبرى السابعة: الخسوف الثلاثة. عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الساعة لن تقوم حتى تروا عشر آيات، فذكر منها وثلاثة خسوف. خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. صحيح مسلم. ومثل كل موضوع فإن في هذا المقام أيضا ما نختم فيه، وهو ما جاء في القرآن الكريم: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. ولا شك أن الله منجز وعده ولا مغير لحكمه ولا مؤخر لوعده.
الله 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 الله. أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي. I love you.